وانا في الثانويه ما كنت ولد وسيم، يعني انا كنت ولد قليل الوسامه، قليل مره، يعني كنت مره قليل يعني. حتى انه الله يطول في عمره اذا جيت وفتح لي الباب بعد ما درس طالع فيني شوي وعاين فيه، يقولون ممكن يعني احنا نشتري لك نعول وانت تمشي على وجهك. قلت له والله ما مشيت على وجهك. قلت وش الحكوك ذا؟ وش وجهك؟ وش فيك انت كذا؟ وقل له يعني انا هو كذا يطالع. فكان ابوي يدخلني في البيت، مو بلاني ولده، لا، لان كبت رطبه، فهمت؟ يحط لي اكل وما يعني دايم ضيق صدره، بس ما كان في شيء يعني هذا الموجود. فعشان الظروف اللي انا كنت امر فيها، يعني اي احد يطلبني في رحله يوافق ابوي على طول، يوافق. يعني ابو باسل يوم دق عليه وقال له ترانا بناخذ نايف للشرقيه اذا انت تسمح، قال خذوه الله اللي اعطاني والله اللي اخذه والحمد لله على كل حال. قالوا احنا بنرده يا ابو نايف، احنا بنجيبه لك. قال طيب، يعني قالوا بس ان القطه حقت الرحله 300 ريال مده 5 ايام. قالوا اندفعت 1000 كم يقعد؟ قالوا يا ابو نايف لازم نرده، احنا لازم نجيبه. طلع رحت معهم في الرحله، قبل اطلع اعطاني ابوي فلوس، سويت حمام زيت ب 15 وفرد شعري ب 25، ترد حار، اخذت 18 يوم كل ما مريت حديده بارده ارص راسي عليها، فردي اللي نعمشها بس اني يحرق حار. فمريت ماهر في السوق القديم، قلت ماهر ابي ملابس، يطلع لي ملابس، قلت ايه ترى شرقيه، قال لا ملابس شرقيه غير، يطلع لي ملابس الشرقيه. اخذت لي تيشيرتين وكاب وبنطلون، انا ومحمد عيد والعيال كل ابونا اخذنا، كنا جالسين خذنا اثنين، تعرفون انتم طبعا في السفريه 5 ايام، تلبس هذا الاول الثاني تكسر الاول الثاني، اخر يوم تقلب الفنيله حقت الاول يتغير لونها، كلكم تعرفون تنصيد، بس احنا اللي كلنا العيال يسوونها ما معروف. حتى ابو باسل، الا ابو باسل لان كان جاي من القصيم فما كان يعرف، فدخل علينا وحنا نقلب الفنايل ورفع يدينا بيستسقي، قلنا لا ابو باسل احنا هذا اللبس، هذا احنا نلبسك. فقلبنا الملابس، شيء جميل انيق والله العظيم انه شيء مرتب. طقيت الكاب. هو انا مشكلتي ايش؟ انا اذا لبست وكشخت وصار في قناعه اني حلو اطغى معاد. انا بوريكم الصوره انا كيف كنت اطالع في اللي يصورني يا عيال، والله ما كنت اراه شيء.